ايوا الحمد لله على كل حال. الان مجموعه جيل على وصلت العنصر الرابع اللي رحم دار البقاء الله يرحمه ويوسع عليه، سكينه سي حسن مفتاح سي محمود السعدي الان الشريف مولاي الطاهر، وهذا حال الدنيا الحمد لله على كل حال. نطلب الله سبحانه وتعالى على حسن الخاتمه. الله يرحم مولاي الطاهر، الله يجعل سيدي ربي يوسع عليه ويسكنه فسيح جناته. مولاي الطاهر فنان من الفنانين اللي طبعوا الذاكرة المغربية، لا في المجموعات ولا في المسرح ولا في رجل نكتة ورجل حنين وإنسان متسامح، وكان عنده حضور وكان عنده طابع جميل داخل مجموعة جيل الجلالة، بحكم أنه من المؤسسين الأولين ديال مجموعة جيل الجلالة. كانت عنده بصمات رائعة جدا، وكان رجل ذو أخلاق طيبة وإنسان اللي متسامح، ودغيا تراجع وبقى الحمد لله معنا داخل المجموعة، بقيت نضل معنا رغم أنه صحته في هذا الأخير كانت شوية غادي اللور، ولكن بقى ملتزم معها ومعها الإخوة اللي ولاو معنا في المجموعة الجديدة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يحسن ختامه ويحسن ختامنا ويتقبله سبحانه وتعالى في جنات النعيم، وتجاوز عليه برحمته وعفوه. ماذا أقول عن صديق وزميل ورجل طيب مولاي الطاهر الأصبهاني؟ زميل كنا شاركنا في عدة مسلسلات، لكوني كمسؤول عن التنشيط في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب العربية السادسة والألعاب الفرنكوفونية، برمجته مع فرقة ناس الغيوان. لا يمكن أن نذكر أو نتذكر فرقة جيل جلالة ولا نتذكر الصوت الرخيم، لا يمكن أن نتذكر أو نذكر فرقة جيل جلالة ولا نفكر في من صنعها بعد الله من أوائل الناس الذين أنشأوا هذه الفرقة التي كان لها وقع كبير باعتراف الفنانين الكبار. ولكن جيل جلالة بدون مولاي الطاهر لا يمكن أن تكون تلك الفرقة التي أبهرت الجميع منذ 4 أو 5 حقاب من الزمن. مولاي الطاهر صديق وزميل كما قلت، لأننا شاركنا في عدة مسلسلات وعدة أفلام مغربية. صديق لأنني كنت أزوره وكان يزورني في كل مرة حل بمدينة مراكش، كنا دائما نتبادل الجديد وكنا قريبين من بعضنا البعض رغم بعدنا، هو في الدار البيضاء وأنا في مراكش. ماذا سأقول؟ أعزي الشعب المغربي، أعزي جمهور جيل جلالة، أعزي أصدقاء مولاي الطاهر، وأعزي كل الذين أحبوا هذا الرجل الجميل الذي نودعه اليوم. غاب صوت رخيم، غاب فنان كبير، إنا لله وإنا إليه راجعون.